ذكر الجهات المانحه يا سياده الوزير، رئيس البعثه برضو في بيانه النهارده اتكلم انه في مشاورات بتتم وهم عملوا مشاورات مع البنك الدولي وبنك التنميه الافريقي، وقال ان هم مستعدين للمساعده، ويمكن اتكلم كمان وقال شركاء مصر على المستوى الثنائي يعني لازم يدعموا مصر في المرحله القادمه. فهل كده ده معناه انه في اتجاه قوي في الفتره اللي جايه، يعني مش هقول بقى الاعتماد على القروض، لكن في شغل هيحصل مع هذه المؤسسات في الفتره القادمه، او في مشاورات بتتم ما بين الحكومه المصريه وما بين هذه الجهات؟ بالتأكيد، لأن الطرفين سواء الحكومة المصرية أو الصندوق أو السلطات المصرية أو الصندوق بيعملوا على فكرة أنه التأكيد على أنه البرامج اللي محطوطة لتمويل أو لتغطية فجوة تمويلية أنها تتم، لأنه إحنا مش عايزين أن إحنا نعمل حاجة غير متكاملة. الفكرة في أي إصلاح أنه يبقى متكامل في عناصره، لأنه لو حضرتك بتعملي حاجة بتغطيها، لو عندك خطة تنفذيها بنسبة 100% ولو نفذتيها بس بنسبة 40% هترجع لك مرة ثانية، أن أنت هتضطري تبتدي من أول وجديد، وإحنا مش عايزين نعمل حاجة ونرجع نبتدي من أول وجديد. فبالتالي ده موضوع على قد ما إحنا مهتمين بيه جدا، الصندوق مهتم بيه زينا واكثر كمان لتحقيق مثل هذا التغطيه. بس فكره انه الدين، يعني نعتمد على الدين وعلى الاقتراض وان ده هيكون اعباء على الاجيال اللي جايه، طب هنوفي الكلام ده ازاي؟ هل هنقدر؟ طيب حقيقة. بصي، هو الفكره كلها ان احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا يعني وصلنا لمستوى انه زي ما قلت لحضرتك ان الاستثمار المباشر والغير مباشر متوقف، وده امر كبير وهام. الاستثمار الداخلي ممكن يكون واقع تحت قوانين الاستثمار بقى ومناخ الاستثمار، ما في اجراءات تانية بالتوازي لازم تتم مع ده يا فندم؟ ده ما هو ده صحيح، لانه احنا بنتكلم في اصلاحات اقتصاديه وبنتكلم في اصلاحات هيكليه وشبكه حمايه اجتماعيه، هم دول الاضلاع المثلث الثلاثه اللي احنا بنشتغل عليهم. اصلاحات اقتصاديه، اصلاحات هيكليه اللي هي بتتعلق ب الصناعة والصادرات والاستثمار ومناخ الاستثمار والضرائب، وانه يعني احنا امبارح لسه في مجلس الوزراء وافقنا على قانون لانهاء المنازعات الضريبية مع الممولين، لان احنا يعني مش عايزين يبقى عندنا ملفات تصل الى 150 الف ملف وبمقدار خلافات في حدود ال 50 مليار جنيه. الافضل ان احنا نعمل على انهاء هذه المنازعات ونصل الى حلول في هذه المنازعات وتحصيل الاموال، لانه لن يسعدني ان يكون عندنا عدد ملفات ضخمه ومبالغ ضخمه ولا نتفق على تسويه هذه المبالغ. فده ده ده امر هام جدا. فبالتالي ان احنا بنتكلم على الاستحاضه زي ما قلت للسابق، حزمه متكامله بالظبط كده، حزمه متكامله من الاستحاضه. مظبوط. طيب دلوقتي يا فندم، احنا نفهم ان دي موافقه نهائيه خلاص، ولا المفترض انه في موافقه من المجلس التنفيذي لصندوق النقد؟ لا، ده طبعا اتفاق على يعني بيسموه ستاف ليفل اجريمنت، او اتفاق على مستوى الخبراء او المسؤولين. أيوة. عن التفاوض من ناحيتين، وبعد كده هم بيرجعوا بيحضروا ورقهم للعرض على مجلس اداره الصندوق في اقرب فرصه ممكنه. واحنا يحصل في خلال قد ايه وقت يا فندم؟ خلال اسابيع حضرتك. خلال اسابيع. طيب والاتفاق ده بقى يروح او يتعرض امتى على مجلس النواب لاقراره؟ ولا المجلس؟ ده امر طبعا هنبحثه في الفتره القادمه، لكن انا بس انتوا هتمشوا في اجراءات ونبتدي في استلام المبلغ او الدفعه الاولى قبل ما الموافقه دي او قبل ما الاتفاق يروح للمجلس؟ لا حضرتك، احنا طبعا هنتبع كل الاجراءات السليمه من ناحيتنا ومن الناحيه الثانيه، يعني كل الاجراءات اللي احنا المفروض نتبعها بشكل سليم هنتبعها. تمام يا فندم، شكرا جزيلا دكتور عمرو الجرحي وزير المالية، شكرا على التوضيح.